أحبائي السلام عليكم. في كل عيد رمضان نحن بنوقف هالوقفة هاي ونتذكر كيف إنه الإنسان يسعى طول السنة ليصل لهذا الشهر الفضيل حتى يتمثل بمفاهيم وعادات وتقاليد هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا العيد ومفهومه الديني يلي هو إنسان بحوله بهذا الشهر من إنسان حتى لو كان ظالم حتى لو كان إنسان خبيث بتحوله إلى إنسان يتعامل مع الناس ممكن هو ما يقدر يغير شخصيته لكن يسعى دائما أنه يتعامل مع الناس بمحبة ومودة وأخوة وكل عام وأنتم بخير. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، وإن شاء الله بيكون هالشهر بتكون أيامه خفيفة وبتكون أيامه سعيدة وبتكون أيامه ممتعة، وإن شاء الله تعيشوا تفاصيل مريحة. بتمنى لكم وبتمنى لكل البلد لكل مواطن سوري، بتمنى أنه يقضي هالأيام وتمر معه على خير باتجاه أنه نوصل للعيد، وإن شاء الله رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ويكون رمضان كريم على كل الشعب السوري، وتكون الأيام الجاية أفضل وأحلى وتنزال هي الغمة عن بلدنا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وانتم بخير اول شيء لحضرتكم، وكل عام واذاعتنا السوريه بالف خير، وللعاملين بالاذاعه ولزملائنا الفنانين والفنانات كمان بحب عايدهم، لمجلس النقابه الجديد ولنقيبنا الجديد بحب عايد كل العالم بمحبه وبطاقه حب مني بهيك شفافيه عاليه لكل الناس المحبه، وبحب عايد عائلتي زوجي أولادي أختي عائلتي الحلوة يعني، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية.